اسمك؟ كريستوفر كولومبوس يا سيدي ملك إسبانيا المعاصر. طلباتك؟ أسطول للهند الشرقية عن طريق المحيط الأطلنطي غربا. لكن دي مغامرة. مغامرة محسوبة يا سيدي، وأنا أحب المغامرة. جهزوا المراكب. أشكرك يا سيدي. أي أرض جديدة تكتشفها سميها باسمك. هسميها إسبانيولا وارفع عليها علم إسبانيا. زي النهاردة سنة 1492، يعني من 500 سنة، ما كانش في ألاسكا ولا كندا ولا الأمريكتين.
ما بقوش زينا ولا بقوا مننا. ياريتو ياريتو ما جاش. ما تخافوش ما تتخضوش، ده احنا بحارة ما احناش جيوش. اسمي كولومبو وانتي اسمك ايه؟ اسمي سامبا. أمريكاني وسؤالها أمريكاني، يعني هنسأل سؤال وجوابه أمريكاني. أول رئيس أمريكاني كان أبراهام لينكولن ولا كان جورج واشنطن؟ اوعوا تقولوا كلينتون. أسهل من كده مش ممكن. والعارف لا يعرف، والمش عارف يتصرف. اتصرف واحنا كمان نتصرف. افتح اجندة واقفل اجندة واسأل حتعرف اهدى ومين ده.